افتتح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح معرض تصميم الهندسية 27 لكلية الهندسة والبترول بحضور عميد الكلية والمساعدين ورؤساء الأقسام العلمية وكبار الشخصيات من الدولة والمتخصصين في المجال الهندسي من كبار المسؤولين. بهدف تطوير مهارات الطلبة العلمية وتشجيع روح المنافسة بينهم وإبراز مدى قدراتهم على تطوير أنفسهم من خلال صقل مواهبهم، افتتح معرض التصميم الهندسي 27 لكلية الهندسة والبترول والذي ضم العديد من المشاريع للطلبة المقبلين على التخرج. تنظيم هذا المعرض المميز لإطلاق الإبداعات الشبابية لمهندسين المستقبل في مجالات عديدة، مجالات صناعية ومجالات بيئية وفي مجالات خدمة المجتمع. وجود هذا المعرض وانطلاقه برعاية أيضا من العديد من الجهات الهامة في الدولة يعني محل تقدير لتحقق الشراكة اللي نسعى لها جميعا لدعم وتمكين الشباب. المعرض ضم العديد من المشاريع الهامة والمبتكرة التي تواكب متطلبات العصر الحديث، فاستحقت بجدارة أن تكون عنواناً لتخرج هؤلاء الطلبة المتميزين. كان في مشاركة من تقريباً 300 طالب لعرض 72 مشروع مميز في جميع تخصصات الهندسة، والحين طبعاً هذا هو يعتبر تتويج لأنشطة الطلبة ولنتاج عملهم خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية في مشروع متكامل. مشاريع هامة قام الطلبة من خلالها بتطبيق ما تعلموه في سنوات الدراسة السابقة في مجال التصميم الهندسي. المشروع هذا يساعد رجال الأطفاء إن شاء الله أن يطفون النار من منطقة آمنة في الخارج، وممكن المشروع هذا أن يتحكمون فيه مانيوال أو أوتوميتد، هو يطفي النار بروحه إذا صار عجز في الإشارة. مشروعنا انفايرومنتال هو عبارة عن فندق، فندق صديق للبيئة، نستخدم فيه عشان نقلل الانرجي ونقلل استخدام الماء. تحصيل حاصل حق كل اللي تعلمناه بكلية الهندسة، ونستعمل كل شيء تعلمناه من أول ما دخلنا الكلية لليوم. هذا المعرض إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الدعم المقدم للشباب لإبراز قدراتهم واستثمارها بعرض أفكار هندسية جديدة في مشاريع مبتكرة ذات طابع إبداعي. ديما دحدة، التلفزيون دولة الكويت.